قد يخيل إليك من الوهلة الأولى أنها صحراء قاحلة، لكن لأنها في سلطنة عمان أصبحت منطقة تتمتع بمختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن. إنها ولاية المزيونة بمحافظة ظفار، وإلى جانب ما تتمتع به من خدمات ومشاريع، فقد تكاتفت مختلف الجهود الحكومية والخاصة لكي يكون في عمق الصحراء مصنع لإنتاج وتعبئة المياه النقية، وحمل اسم المكان صحراء. هذا يعتبر أول مصنع في الولاية، وندعو الشباب إن شاء الله تعالى أن يستفيدوا من الدعم الحكومي، حيث أن هناك فرص كثيرة تقدم الحكومة الرشيدة للشباب الباحثين عن عمل أن يجمعوا وأن أيضا يكونوا أنفسهم للاستفادة من مثل هذه الأعمال المفيدة. مصنع مياه صحراء أول مصنع لتعبئة المياه النقية بولاية المزيونة، ويعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد بالولاية، ويهدف إلى تلبية حاجة السوق المحلية إلى جانب التصدير لأسواق الدول المجاورة، حيث يقع المشروع على بعد بضعة كيلومترات من المنطقة الحرة بولاية المزيونة. هذه فكرة تجارية صراحة، وبدأنا فيها وخلصنا الإجراءات من جميع الدوائر والتصاريح والتراخيص الرسمية من جهات الحكومية ومن أيضا من التجارة والصناعة، وما قصروا الجماعة، كل ما قدمنا عليهم من تسهيلات ما قصروا معنا. خط الإنتاج في مصنع مياه صحراء يبدأ بإنتاج العلب البلاستيكية التي يتم تعبئة مياه الشرب فيها، ثم يمر بعدة مراحل يتم فيها تصفية المياه وتنقيتها، ثم تعبئتها لتظهر في شكلها النهائي. ويقوم المصنع بإنتاج 60,000 لتر من المياه النقية يوميا. المشروع تم تمويله بجميع الآلات والمعدات التي تخدم حاليا على حسب ما رأينا في المشروع، وجميع المباني الخاصة بالمشروع، وفي ضوء حدود شهرين فقط من تقديم للطلب إلى حد الانتهاء. حقيقة وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم مثل هكذا مشاريع، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الولاية، بحيث سوف يخدم الولاية والنيابات التابعة لها. إضافة إلى ذلك أن موقع المصنع الاستراتيجي بقربه من المنطقة الحرة قد يشكل انطلاقة إلى أسواق خارجية بإذن الله. علب المياه البلاستيكية الخاصة بتعبئة المياه في مصانع إنتاج المياه تبدأ بهذا الحجم الصغير هنا في هذه الآلة، ثم تمرر بعدة مراحل حتى تصل إلى هذا الحجم الكبير. وهكذا هي جهود أبناء الوطن في القطاع الخاص، تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر حتى تصل إلى آفاق أوسع. محمد بن أحمد السليم المهري، ولاية المزيونة، محافظة ظفار.